طبعا انا سعيده جدا ان انا اشتغلت الفيلم ده. الفيلم ده بالنسبه لي جديد، اول تعاون ليا مع شركه اوسكار، واول تعاون ليا مع المخرج احمد علاء اللي انا سعيده جدا ان انا اشتغلت معاهم. وبالنسبه طبعا لاحمد عز ومحمد رجب، هم حبايبي واصحابي، وانا من زمان كان نفسي ان انا ابقى معاهم في السينما، وطلعت محظوظه ان انا بقيت معاهم هما الاثنين في فيلم واحد الحمد لله. انا عامله شخصيه نانسي، ونانسي هي صاحبه الحفله. الدور جديد عليا سينمائيا، انا ما قدمتش شخصيه ارستقراطيه هنا، اول مره اعمل ده في السينما، وان شاء الله ابقى عامله دور حلو شكلا واداء ان شاء الله. حواليت العمل كانت حلوه جدا، لان احنا كلنا اصحاب وكلنا كنا مستمتعين جدا في الفيلم، وانا بحبهم كلهم يعني، ربنا يوفق الناس كلها. الفيديو عندي مسلسل اسمه الصندوق الاسود في رمضان ان شاء الله مع خالد صالح، هنبتدي تصوير اول فبراير باذن الله، ويا رب كده يبقى مسلسل جامد ان شاء الله.